اهلا بيكم في الجزء الثاني من الريفيو بتاعتنا للدرون المائيه جلاديوس ميني من تشيسينج انوفيشن. في الجزء ده هنجربها في البول وهنشوف بتشتغل ازاي وهل حلوه ولا لا. دي الشنطه بتاعتها، هي مخصصه ليها زي ما انتم شايفين، هي بتاخد كل حاجه، يعني في مساحه لكل حاجه فيها، وهي زي طابقين، بتشيل الطابق الاول ده اللي فيه الواي فاي بيس بتاعتك والريموت والموبايل ستاند، وبعدين هنا الدرون نفسها، وهنا الفوطه اللي او يعني قطعه القماش اللي بتحط عليها الواي فاي بيس عشان لو بتصور في حته فيها ميه يعني تخلي الواي فاي بيس هنا، وده السلك او الواير بتاعها برضو ليه مكان هنا. فخلينا دلوقتي نوصل كل حاجة ونبدأ نجرب. دلوقتي هنشغل الواي فاي بيت على طول، الدرون بتبدأ تشتغل. الجو رطوبة جدا عشان كده العدسة مشبرة، عدسة الكاميرا مشبرة. اوكي يا جماعة، دي أول مرة هجربها في البول. الشبورة دي هتروح لما تنزل المية. اوكي خلونا نجرب. اوكي يا جماعة، خلونا نبدأ التصوير دلوقتي. انا هغير الفيديو 4K 30 frames per second ونبدأ تصوير. اول ما بتحطها في المية هي ما بتنزلش تحت المية الا لما تشغل المحركات بتاعتها، فندوس على الزرار ده على طول. زي ما انتم شايفين هي بتقوم نازلة تحت المية، والديفولت مود بتاعها هو الديف لوك، يعني بتحفظ العمق اللي هي عليه عشان وانت بتصور تكون ثابته. خلونا نبدا نحركها. نبدا الاول باللو سبيد. دي اللو سبيد هي فيها 3 سبيد، لو وهاي وميديوم. زي ما انتم شايفين اللو بطيئه شويه بس حلوه لو انت بتصور حاجه وعايز السينماتيك فيل او الاحساس بالتصوير السينمائي، اللو هتكون سبيد مناسبه. نجرب الميديوم سبيد. زي ما انتم شايفين اسرع شويه وتقدر تتحرك في كل الاتجاهات مع بعض، لان بعض الدرونز تحت الميه ما بتقدرش تعمل كل الاكشنز مع بعضها، يعني يا اما بتمشيها قدام والورا بس او تحركها يمين وشمال بس. دي بسم الله ما شاء الله يا جماعه، انا اول مره اجرب درون تحت الميه. يعني جربت درونز كتيره عاديه في الهواء بس دي أول مرة أجرب واحدة تحت المية. الديبث لوك يا جماعة لو أنتم ملاحظين هي ثابتة في عمق معين ما بتتحركش منه. طيب لو عايزين نغير الديبث لوك بنعمل إيه؟ بندوس هنا بتغير لك الكرنت مود ستابلايز. الستابلايز ده بيخليك أنت اللي تتحكم في العمق بتاعها. زي ما أنتم شايفين أنا بقدر أطلعها لفوق وأنزلها لتحت. بعدين لو دوست تاني هي بتعمل الديب لاك وبتثبت على العمق اللي انت سايبها عليه. مفيش اي لاج في الكاميرا بتاعتها للتليفون بتاعي، والكاميرا بتاعتها واضحة جدا بسم الله ما شاء الله. يعني الشركة عملت شغلها صح الصراحة. خلونا دلوقتي نجرب الفلاش لايتس بتاعتها. انا هبدا دلوقتي اشغلها كده. الفلاش لايتس بتاعتها على الفول برايتنس. خلينا الزرار ده او البكره دي تقدر كمان تخليها تبص لفوق او تبص لتحت. انا دلوقتي بخليها تبص لفوق
تقدر تتحرك بيها وهي باصه لفوق، علشان لو عايز تعمل انسبكشن او تصور مركب مثلا من تحت او ناس بتعمل سيرفنج او سنوركلينج او حاجه، تقدر تخليها ثابته لفوق. ولو عايز ترجعها للمستوى بتاعها تاني بتدوس على الزرار نفسه او البكره نفسها، دوسه طويله ثانيه بترجع نفس البوزيشن بتاعها او الانجل بتاعتها، بتبص لقدام تاني. ممكن كمان نخليها تبص لتحت علشان لو بتصور حاجة في عمق البحر مثلا تقدر تصورها. الميديوم سبيد انا شايفها حلوة، تقدر تصور بيها وتقدر تتحرك بيها. واللو سبيد حلوة برضو بس للتصوير السينمائي، او انت عايز تصور حاجة مثلا سلو موشن عشان الفيديو بتاعك يبقى شكله كويس. خلونا دلوقتي نجيب اللو مود او اللو سبيد. دلوقتي احنا على اللو سبيد، انا هجرب اسرع حاجه فيه، يعني هعمل الجويستيك لاخر حاجه فيها ونشوف. طبعا بطيئه بس هي حلوه للتصوير، يعني دي اللو سبيد. اوكي خلينا نجرب الميديوم سبيد، نرجع لورا تاني. الحاجة بس اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان الريموت كنترولر نفسه مش ووتر بروف، فخلي بالك ما يتبلش. دلوقتي احنا في الميديوم سبيد، وهجرب الفول سبيد بتاعتها. دي الميديوم سبيد زي ما احنا شايفين، طبعا اسرع من اللو سبيد. اوكي خلونا نرجع تاني ونجرب الهاي سبيد. السبيد كمان بتغير السرعة بتاعت اللف بتاعها، او انك تغير الاتجاه بتاعها. دلوقتي هنعمل الهاي سبيد ونجرب. واو ما شاء الله. الهاي سبيد سريعة جدا، ما اعتقدش هتكون حلوة في التصوير بالذات لو بتصور سلو موشن، بس هتكون حلوة لو انت ماشي، لو يعني لو في تيار في البحر اللي انت بتصور فيه الكرنت، عشان تقدر تمشي عكس الكرنت. التيار المياه ما يضايقهاش، وبتقدر تلف في جميع الاتجاهات وهي ماشية. لو عملت الديبت لوك، لو غيرت الاستبلايز تنزلها لتحت وتطلعها لفوق، برضو اسرع من السلو والميديوم. فلا يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الدرون فظيعة الصراحة. ما كنتش متخيل انها بالسهولة دي اصلا انك تستخدمها. زي ما انتم شايفين اللايتس بتاعتها باينة من المية، وده بيدل على انها قوية انها تكون باينة من تحت المية، واحنا الصبح يعني انا الساعة 12 الظهر. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنجربها في البحر وهيكون على عمق اكتر من كده. هي بتنزل لحد 100 متر زي ما انتم شايفين، السلك بتاعها طويل جدا. فهنجربها في البحر وهنشوف في حته ضلمه شويه هل اللايتس دي فعلا مفيده ولا مش هتكون باينه تحت الميه قوي. طيب خلونا ناخد صور، نجرب تصوير صور. من الزرار ده بتغير بين الفيديو والصور. خلونا نجرب ناخد صورة على الميديوم سبيد. الزرار ده بقدر اصور. صورت تاني. ناخد صورة مثلا كده. صورت. صورت تاني. لا يعني كاستخدام اول كرأي انا شخصيا فيها، الدرون يا جماعة فظيعة بسم الله ما شاء الله. الصراحة ما كنتش متخيل انها يعني بالسهولة دي في التحكم بتاعها. انا التحكم بتاعها مش شايف فيه اي مشكلة، سهل جدا. وتقدر كمان تظبط التحكم بتاعها من الابلكيشن على حسب البريفرنس بتاعك او انت عايز تتحكم فيها ازاي.
خلونا تاني نجرب الفول سبيد بتاعتها او الهاي سبيد واحنا بنصور. خلينا اجيب الفيديو ابدا تصوير، بس نزود الواير بتاعها شويه عشان انا مش عارف حمام السباحه طوله قد ايه. طيب دلوقتي احنا على الديب فلاك، يعني هي بتحافظ على العمق بتاعها وعلى الهاي سبيد بتاعت المحركات بتاعتها، وهنجرب ناخدها لغايه اخر البول ونشوف السرعه بتاعتها. اوكي خلونا نرجع لحد ورا خالص. اوكي انا خبطت في الحيطه مش مشكله. اوكي دي يا جماعه الفول سبيد بتاعتها، بتقدر تتحرك يمين وشمال بسم الله ما شاء الله. يعني الدرون فظيعة يا جماعة بكل معنى الكلمة، يعني I can't wait بجد، مش قادر استنى ان انا اجربها في البحر واشوف هتكون عاملة ازاي في التصوير. بس لما بتكون على الهاي سبيد وتبدأ تحرك يمين او شمال بتبطأ شوية لغاية ما تثبت الدايركشن بتاعها، وبعدين تبدأ تسرع تاني زي ما احنا شايفين. واو خلونا نجرب ننزلها لتحت ونصور واحنا ماشيين، لان هي بتقدر تثبتها في الوضع ده، يعني تكون باصه لتحت او تكون باصه لفوق وانت بتمشي، يعني وهي ماشيه لقدام او لورا تقدر تخليها تفضل باصه لتحت او لفوق مفيش مشكله. فخلينا نجرب على الميديوم سبيد علشان الفيديو يطلع كويس. انا دلوقتي ماشي باصص لتحت وما بحركش اي حاجه غير بس قدام وورا، يعني فسهله جدا في الاستخدام. خلونا نرجعها تاني ونشيل الديب فلاك وانزلها لتحت اكتر، انزلها لغايه اوكي كده خبطنا، نعمل ديب فلاك. انت بتنزلها على العمق اللي انت عايزه وبعدين تعمل الديب فلاك، هي بتثبت على العمق ده عشان فيها خمس محركات زي ما قلنا في الجزء الاول، فالخمس محركات دول بيسهلوا عليها انها تثبت في اي عمق انت عايزه. خلونا دلوقتي نجرب نمشي لقدام. لو انتوا شايفين التريس او المايه اللي هي عاملاها وراها، مش عارف هتبان في الجو برو ولا لا، بس عشان هي قريبه جدا من الارض فانا هطلعها لفوق شويه. شايفين عملت الارض ازاي ده من المراوح بتاعتها يا جماعه. خلونا نمشي تاني. ثابته جدا بسم الله ما شاء الله، فانت لو بتصور اي حاجه هيجي لك، يعني هتقدر تصور فيديو 4K او HD بالاحساس بتاع السينما او السينماتيك فيل، لانه ثابته جدا في مكانها حتى وهي ماشيه. يعني خلينا نعمل على اللو. دي اللو سبيد بتاعتها، ابطا سبيد فيها، بس هي دي احسن واحده للتصوير انا شايفها، هي والميديوم، يعني على حسب الحاجه اللي انت بتصورها، بس اعتقد اللو سبيد هتبقى احسن واحده بتصوير الحاجة بالإحساس اللي هو يعني بتاع كاميرا ما بتتهزش خالص، حتى وهي بتلف بيمين وشمال بتديك الإحساس إنك مش في المية أصلا لأنها ثابتة جدا. في الأبلكيشن يا جماعة هنا كمان بقدر أغير الكالرز بتاعت الفيديو أو الصور اللي أنا مصورها. هما عاملين حاجات مخصوص للتصوير تحت الميه، فمش هتواجهوا اي مشكله في التصوير بيها تحت الميه والكالر كوركشنز والحاجات دي كلها. خلينا نقربها من الحيطه خالص عشان نقدر نشوف الفلاش لايت شويه. اوكي زي ما احنا شايفين الفلاش لايت منور في الحيطه، انا هقفله خالص، هقفل اللايتس بتاعتها. ده المنظر من غير الفلاش لايتس. هبدأ اشغل الفلاش لايتس دلوقتي
زي ما انتوا شايفين هي بتنور قدامها ازاي. حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. ابدأ ابعد من الحيطة، خلينا في الميديوم سبيد. اللو سبيد الصراحة مملة شوية، الا لو انت بتصور حاجة محتاج اللو سبيد دي فيها. خلونا نطلعها يعني على سطح المية شوية او قريب من سطح المية. تمام، ده اخر حاجة بتقدر تطلعها فيها عشان تعرف، عشان ما تنزلش هي لوحدها تعمل الديب فلاك، لان هي بتعرف لما بتقربها من سطح المية قوي بتقوم عاملة الديب فلاك ونازلة تحت المية تاني. فانا هخليها انا عايز اقربها يعني شوية بس. لا اوكي خلينا كده. طب خلينا نجربها فوق سطح المايه خالص، هي عادي مفيش مشكله هتمشي فوق سطح المايه. خلينا نعمل الهاي سبيد ونجربها فوق سطح المايه. بس برضو بتنزل لتحت شويه. دلوقتي انا نزلتها تحت الميه، وطبعا بتشوفوا الفرق بين تحت الميه وفوق الميه، لان كل المحركات بتكون شغاله تحت الميه. فوق الميه بيكون في بعض المحركات مش لامسه الميه فما بتقدرش تمشيها كويس. ودي يا جماعه كانت اول محاوله لينا بالجلاديوس ميني في البول. يعني كاول ريفيو، اول مره اجربها، انا مندهش الصراحه من سرعتها ومن حلاوتها ومن الكواليتي بتاعت الكاميرا بتاعتها ومن الكواليتي بتاعت السكريننج على التليفون. تبقى شايف انت بتصور ايه في نفس الوقت، مفيش اي لاج زي ما انتم شايفين، انا بتحرك يمين وشمال بتتحرك معايا على طول في التليفون، وكمان في سهوله الاستخدام بتاعها. وده كله لسه فاضل 75 او 74% من البطاريه بتاعتها. فانت لو بتصور في البحر هتقضيك ساعتين بالمرتاح يعني، الا لو عاملها على طول على الهاي سبيد وبتصور 4K وقايد الفلاش لايتس ممكن تقعد معاك ساعه ونص مثلا. وانا شايفه ساعه ونص كفايه يعني، وانت مش هتحتاج اكتر من ساعه ونص على بطاريه واحده وانت بتصور حاجه. التحرك بتاعها عكس اتجاه التيار برضو كويس جدا انا شايفه. لو اوريكم دلوقتي هحاول اوريكم المراوح بتاعتها وهي شغاله. لو انتم شايفينها المراوح شغاله وعلى حسب انا بعمل ايه هي بتتحرك على طول. فلا بسم الله ما شاء الله، يعني بجد بجد مش قادر استنى ان انا اجربها في البحر ان شاء الله. خلونا دلوقتي نطلعها. اوكي ليها الميديوم سبيد عشان الهاي سبيد دي بتطلع بسرعه الصراحه. نبدا نطلعها ونشيلها من الميه، بعدين لازم تقفل المحركات. زي ما انتم شايفين هي بتقعد تطلع الميه الزياده اللي فيها من لان دي كلها فتحات تهويه يا جماعه، وفتحات تعدي ميه بينها عشان تعرف تمشي في الميه. اوكي الكاميرا بتاعتها واضحه جدا بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. الكواليتي بتاعت الكاميرا بتاعتها حتى بره الميه بسم الله ما شاء الله. انا لسه فاتح اللايت بتاعتها، خلونا نقفل اللايت. الدرون يا جماعه تستاهل الصراحه، انا شايفها تستاهل جدا. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم، الجزء الثالث من الريفيو بتاعنا على الجلاديوس ميني. هنجربها ان شاء الله في البحر وهنشوف تصويرها تحت البحر عامل ازاي، لان برضو ميه البحر بتختلف عن ميه البول ايا كان. وهنجرب اللايتس بتاعتها والتصوير بتاعها تحت الميه في البحر.
وهنشوف سرعتها والتحكم فيها مع تيارات الهواء وتيارات المية اللي تحت المية واحنا بنصورها هتكون عاملة ازاي. وانا شخصيا معجب جدا بيها وحبيتها جدا وشايفها رائعة، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده محدش عارف يروح يعمل دايفنج طبعا ولا اي حاجة. بس الجلاديس ميني مش بس للغطس، للغطاسين، للهواة، كمان تقدر تستخدمها في شغلك، يعني بدل تيك دايفنج ممكن للانسبكشن، ممكن لحاجات كتير. الصراحة انا شايفها مفيدة جدا، والديزاين بتاعها فظيع يا جماعة. الديزاين بتاعها يعني كل المية اللي حواليها دي وما بيدخلهاش اي مية، بسم الله ما شاء الله. ف يعني جود جاب بجد، الشركة عملت اللي عليها. فاستنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي ونجربها في البحر. شكرا.